بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المرحلة الابتدائية، الصف الثاني، الفصل الدراسي الثاني، مادة لغتي. موضوع الدرس من الوحدة السادسة، آداب التعامل. درسنا اليوم نشاطات التهيئة. إعداد وتقديم الأستاذ فهد عبد الرحمن الميمان. سنتعلم اليوم أحبائي نشاطات التهيئة لآداب التعامل، كذلك اسم النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا نقول عند ذكر اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ سنتعلم اليوم كذلك صفات الطفل المسلم الحسنة. الوحدة السادسة، آداب التعامل. عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة ابن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر ابن كنانة بن خزيمة بن مدرك بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. وقد اتفق النسابون أن نسبه الشريف ينتمي إلى إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام. وما اسم أم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أمه هي آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب، فهي تلتقي مع أبيه في جده كلاب. ومتى ولد صلى الله عليه وسلم؟ ولد عليه السلام في يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول من عام الفيل. وعام الفيل هو العام الذي أراد فيه أبرهة الأشرم هدم الكعبة، فصدهم الله جلت قدرته عنها وسجل ذلك في سورة الفيل. ولمحمد عليه الصلاة والسلام أسماء عديدة، أشهرها محمد وأحمد والمصطفى والعاقب والمتوكل. وقد ولد عليه الصلاة والسلام يتيما، فقد توفي أبوه عندما كان يزور أقاربه بني النجار في المدينة المنورة، ورسول الله ما يزال جنينا في بطن أمه. فلما ولدته أمه أخذته حليمة السعدية لترضعه، وكانت هذه عادة في العرب، حيث كانوا يبحثون عن مرضعات لأولادهم. وقد كان عليه السلام تحت رعاية أمه آمنة، فلما بلغ من العمر 6 سنوات توفيت أمه، فكفله جده عبد المطلب. وما لبث جده أن توفي بعد عامين فكفله عمه أبو طالب، وكان له من العمر 8 سنوات. وقد تكفل الله سبحانه وتعالى برعاية نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، فكان عليه السلام منذ الصغر حسن الأدب والسلوك، صادقا أمينا طاهرا عفيفا محبا للخير، ذو شخصية قوية ورأي صائب سديد. وجعله الله بعيدا عن اللهو والمجون، يحميه من كل ما قد يسيء إليه وإلى فطرته. وقد رعى عليه الصلاة والسلام الغنم لأهل مكة، وعمل كذلك بالتجارة مع عمه أبي طالب، فكان الناس يودعون ودائعهم عنده لصدقه وأمانته. وعندما ذهب في تجارة مع عمه إلى بلاد الشام لقيه بحيرة الراهب في مدينة بصرة، وتنبأ له بمستقبل عظيم، وحذر بحيرة أبا طالب من اليهود لأنهم سيحاولون النيل من ابن أخيه محمد عليه الصلاة والسلام. وقد شهد عليه السلام حرب الفجار وعمره 20 سنة، وشهد كذلك حلف الفضول في دار عبد الله بن جدعان، حيث اتفقت القبائل في هذا الحلف على أن لا تجد بمكة مظلوما إلا ونصرته على من ظلمه. وقد شارك عليه السلام في بناء الكعبة، وكان عمره آنذاك 35 سنة. وبفضل حكمته وفطنته منعت حرب كادت أن تقوم بين أهل مكة، فقد اختلفت قبائل قريش على وضع الحجر الأسود في الكعبة، فكانت كل قبيلة تريد أن تنال شرف وضع الحجر الأسود في الكعبة. وأخيرا اتفقوا على أن يحكم بينهم أول من يأتي إليهم، وكان رسولنا الكريم. فرح القوم لما رأوا محمدا عليه الصلاة والسلام، فقال أحدهم: الصادق الأمين، الصادق الأمين.
وضع القوم خلافهم بين يدي أشرف الخلق الذي توصل إلى حل يرضيهم جميعا، فقد أمر بثوب فوضع فيه الحجر الأسود، وأمر كل قبيلة أن تخرج رجلا ترضاه منهم فيحمل إحدى زوايا الثوب، فحمله الجميع ووضعوه داخل الكعبة وهم فرحين بفطنة رسول الله وبحقنه دماءهم. يا له من تصرف ذكي! عرفت السيدة خديجة بنت خويلد خصال رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وما اشتهر به من الصدق والأمانة، فطلبت منه أن يعمل لديها في التجارة، وكانت واسعة الثراء ومن أشرف قومها خلقا ونسبا، فعمل عليه الصلاة والسلام لديها فأربح لها تجارتها، فأعجبت به لأنه كان كامل الصفات، فعرضت عليه الزواج منها فوافق، وكان عمره عليه السلام حين ذاك 25 سنة، وكان عمرها 40 سنة، فكانت له نعم الزوجة، وولدت له كل أولاده عدا إبراهيم. كان قوم محمد صلى الله عليه وسلم في ضلال كبير، فهم يعبدون الأصنام ويشربون الخمر ويأكلون الربا ويلعبون القمار ويدفنون بناتهم وهن أحياء خوفا من الفقر والعار، فكان رسولنا عليه السلام حزينا على ما آل إليه قومه من الضلال والكفر، فكان يذهب إلى غار حراء يخلو فيه لنفسه يفكر في هذا الكون وعظمة خالقه. وفي أحد الأيام جاء الملك جبريل عليه السلام فقال له اقرأ، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ما أنا بقارئ، فأخذه وضمه إليه ضمة قوية ثم أرسله وقال له اقرأ، فقال عليه السلام ما أنا بقارئ، وتكرر ذلك 3 مرات، فقال له جبريل عليه السلام اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه أحبائي كانت قصة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أحبائي نقوم بملء الفراغات بالحروف حسب الأرقام ثم نكتب الكلمة في المكان المناسب. نبدأ بالرقم 1، حرف ماذا؟ شاهد الخط المتصل إلى المربع، حرفه الميم. أحسنتم، حرفه الميم. إذن في المربع الأول نكتب حرف الميم. في المربع الثاني نمرر أصبعنا مع هذا الخط حتى نصل إلى رقم 2، هو حرف الحاء. أحسنتم. رقم 3 حرف الميم، أين نكتب حرف الميم؟ ممتاز، رائع. المربع الأخير رقم 4 بقي حرف الدال. أحسنتم. من يقرأ هذه الكلمة؟ محمد. أحسنتم، محمد هو اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن عندما يذكر النبي محمد علينا أن نقول صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هنا أحبائي أخذنا صفات للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو الصادق الأمين، فعلينا أن نقتدي بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم وأن يكون قدوتنا ونحن مسلمين. فالطفل المسلم قدوته محمد صلى الله عليه وسلم،
وصفاته صفات المسلم. نذكر هنا عدد من الصفات، فالصفات الحسنة نلونها باللون الأخضر، والصفات غير الحسنة نلونها باللون الأحمر. مخلص في عملي، نعم أحسنتم. كسول، متواضع، أمين، نعم أحسنتم، صفات جيدة. بخيل، لا غير جيدة. نشيط، صفة جميلة. عنيف، لا غير جيدة. كاذب، غير جيدة. مغرور، غير جيدة. نظيف، ممتاز. متعاون، نعم أحسنتم، رائع. متسامح، نعم صفة جميلة. كريم، صفة رائعة. أناني، صفة غير جيدة. صادق، صفة جميلة. وآخر صفة غشاش، ويغش الناس، صفة غير جيدة. سنأخذ أحبائي بعض صفات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. على الرغم من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، كان يدعو الله بأن يحسن أخلاقه ويتعوذ من سوء الأخلاق. محمد صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن ما استطاع في طهوره وتناوله وترجله وفي شأنه كله. محمد صلى الله عليه وسلم لا ينام إلا والسواك عند رأسه، فإذا استيقظ بدأ بالسواك. محمد صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يحب قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. محمد صلى الله عليه وسلم يتبسم في وجه محدثه ويأخذ بيده ولا ينزعها قبله. محمد صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وأشجع الناس. محمد صلى الله عليه وسلم يجالس الفقراء. إذا أحبائي استطعنا أن نعرف اسم النبي هو محمد صلى الله عليه وسلم. ما هي صفات الطفل المسلم؟ أحسنتم، صادق، أمين، رائع، متعاون، كذلك محب للخير ومطيع، وديع، من قال وديع؟ رائع، تذكر محمد وديع، نعم ممتازون. ما هي الصفات السيئة التي لابد من تغييرها؟ الكذب، نعم، غير متعاون، غير مطيع، غير نظيف، نعم. إذا تعلمنا اليوم أحبائي اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وصفات الطفل المسلم هي صفات حسنة. كذلك لا ننسى عند ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.